لقد كنت أجهز لك حصانك لنستعد للرحيل يا مهتاب. هل أخطأت في شيء؟ سنرى صدق ما تقول. تنحى جانبا يا شمس. ماذا بك؟ لماذا تبدو غاضبا مني؟ أنا لم أرد إلا المساعدة. أنا لا أحب أن يقترب أحد من حصاني أبدا. إياك أن تعاودها يا شمس، إياك. حسنا، كما ترى يبدو أن هناك رسالة من القائد. هل لي أن... لا شأن لك بتلك الرسالة يا شمس. اذهب وجهز عربة السجن، سنرحل بعد قليل. مهتاب، أيها البناء الهمام، أخبرني عن رحلتك. هل وصلت إلى القسطنطينية؟ وماذا عن شمس؟ هل تسير الأمور بينكما بشكل جيد؟ أم أن هناك ما يثير الشكوك حول ولائه لنا؟ مهتاب، واصل رحلتك ولا تتوقف أبداً. لا تجعل شيئاً يعيقك عن الوصول إلى الخاتون الكبرى في أقرب وقت. القائد مالك. ما الأمر؟ أشعر أن هناك خطراً جديداً. أية رسالة؟ رسالة تسلمها مهتاب منذ قليل. يبدو أنها من مالك الماكر. قلبي يحدثني أن هناك شيئاً يحدث ليس في صالحنا يا شمس. تفاءل أيها الشيخ. قل لي، ماذا تعرف عن خاتم الخاتون الكبرى؟ ماذا؟ ومن أخبرك عن هذا الأمر؟ لقد سمعت مالك الماكر وهو يتمتم بكلمات غير مفهومة، ولكنه ذكر شيئاً ما عن خاتم الخاتون الكبرى. يا إلهي، كيف علم مالك بأمر هذا الخاتم؟ هذا سر من أسرار القسطنطينية ولا يعرف عنه إلا القليل من الناس. ما قصة هذا الخاتم أيها الشيخ؟ إن حدثتك عن خاتم الخاتون الكبرى فاعلم أنني أأتمنك على ما لا يمكن البوح به لأي كائن حي. كن واثقا أيها الشيخ، إن سرك بأمان. حسنا، منذ ما يزيد عن 10 أعوام ذهب والد الخاتون الكبرى إلى أرض الظلمة. أرض الظلمة؟ أجل، أرض الظلمة، وهي أرض جليدية يصعب الوصول إليها، ومن دخلها جابها ما لا يحصى من المشقات، ولكنها تجربة جديرة بالخوض لكل نفس تملك الشجاعة الكافية، لأن فيها من كنوز الدنيا النادرة جداً. حقاً؟ نعم، وأحد هذه الكنوز هو الخاتم الأثري الذي اقتلعه السلطان من داخل الصخرة الجليدية، ومنذ ذلك الحين، أي منذ ما يزيد عن 10 أعوام، كلما علم أحدهم بأمر الخاتم الأثري قام بالمستحيل للحصول عليه. والآن أصبح الخاتم بعهدة الخاتون الكبرى. أجل، ولكن كيف عرف مالك الماكر بأمر الخاتم؟
يعقل أن يكون قد توجه إلى القسطنطينية واكتشف الأمر هناك، أو لربما سمع بحكاية الخاتم من خلالك أنت قبل أن يهرب من أنطاليا. أما زلت على قيد الحياة أيها الشيخ؟ ظننت أن الجوع والعطش والبرد الشديد سيقضون عليك. أعتذر لك إن كنت قد خيبت ظنك، ولكن يبدو أنني أقوى مما أبدو للجميع. شمس، هل جهزت العربة للرحيل؟ نعم يا مهتاب، كل شيء جاهز. حسنا، سنتحرك الآن إذن. هيا.